السلام عليكم. تعالى بقى نعمل دلوقتي جنيت للبيفل جير والبنيون. بس قبل حاجه هشو بس الاورجن من هنا والبلينز بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، تمام؟ وخلوني نعملها مع بعض. فاول حاجه خلاص هروح اعمل انسرت كومبوننت، اختار اول حاجه الجير اللي هو هيبقى ثابت معايا واحطه في اي حته مثلا، تمام كده. بس قبل ما اغيره هقف هنا بس عليه كده واخليه فلو، خليه بيتحرك معايا، ده اهم حاجه عشان هو بنزل فيكسد. اول واحد بنزل فيكسد، اختار اعمل ميت. الميت الاولاني اللي هعمله اختار ما بين ده والاورجن واخليه كونسنتريك، تمام. هلاقيه بيلف، بس ايه بيلف في كل حته زي ما انتوا شايفين كده. فانا مش عايز كده، عايز كمان يكون الفيس ده مع الرايت، خليه كونسنتريك زي ما انتوا شايفين كده واعمل اوكي. بص بقى كده هو هيلف كده، ماشي 100 100 كده، حلو قوي. بعد كده اوكي، فتعالوا نحط بقى التاني بتاعنا الانسيت كومبوننت التاني اللي هو هيبقى تمام، حلو كده. هو ان شاء الله نزل بالسكتش بتاعه، حلو جدا. البينيوم ده انا محتاج اول حاجه اعمل له ايه، ان انا اجي هنا مثلا الاول وابين هنا اقول له شو، يعني شو السكتش هنا، واجي هنا برضو تحت هنا بشو السكتش. واي ثينك هو اوتوماتيكلي باين يعني، بس فالاتنين كده بتبين. فانا هعمل ايه، انا هاخد النقطه، انهي نقطه؟ النقطه ديت، اي ثينك النقطه ديت والنقطة ديت، وهنروح نعمل لهم ميت، تمام كده. بس خليك ساعة، ثانية واحدة، ثانية واحدة. أو المفروض يبقى مش بيدخل، يبقى عموديين. ثانية واحدة، بصوا أنا عملت هايد لكل حاجة، سبت دول بس، هم دول اللي أنا هعمل لهم يعني هم دول اللي أنا هعمل لهم بسم الله الرحمن الرحيم ميت. فأول حاجة خلاص أنا أختار ده وأختار اللاين ده وأعمل ميت، اختارهم ان هم عموديين على بعض، تمام كده عموديين على بعض، حلو. وبعد كده اختار النقطة ديت والنقطة ديت، واختار ان هم كونسيدرد، حلو كده، حلو كده، تمام. بص هو طبعا ده هتلاقيه ده بيلف كده زي ما انتم شايفين، بس طبعا ايه ما بيلفوش مع بعض، يعني هو ايه عمال يلف اللي فوق ده بالذات، يعني خلينا نعملش ميت، هو ده عمال يلف زي ما انتم شايفين كده، ايه مبهدل الدنيا خالص. فتعود معلش البوينت مش اللاين، البوينت مع الفرونت لين كده، واجي هنا بس هو اقول له تمام واعمل اوكي. بس لو عمل لف كده، تعال بس نعمل هايد برضو لكله معلش تاني، تمام. بص بيلف اهو، بيلف تمام. اول حاجه خلاص بقى معلش انا هاجي بقى هنا ايه هايت الكلام ده كله، هايت واجي هنا مثلا هايت، تمام. قال يبقى ده بيلف كده، ده بيلف كده، تمام. بس عايزين بقى يلفوا مع بعض، فدي نعملها ازاي؟ احنا ممكن عادي نقول للدكتور هنا نيجي يعني نيجي على الميت برضو، بس اختار بقى هنا ميكانيكال واختار جير، تمام. فانا اختار ال او اختار للايدج ده بس، لا يعني خليني ممكن انا كلير سيليكشن، ممكن اختار مثلا ده وده ونعمل المفروض هو كده كده كان يعني عدد يعني ممكن نعمل عدد الديث او ديث بير متر، ديث بير متر، فهو ده بوينت 2 ده بوينت 02، فهو اوريدي اوتوماتيكلي جابها. فنعمل اوكي، تعالى بقى نلف مع بعض. بص بس كده هو قدر يبريدكت الشكل بتاعنا كده، تمام. بس كده اوكي، بس كده. فيا رب يكون الفيديو يفيد، وان شاء الله ده يبقى فيديو باذن الله. سلام عليكم.